بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيه بإحسان الى يوم الدين. وكل رحمه ونقدسنا على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا وسائر المسلمين الى كل خير، وجنبنا وسائر المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. افتح علينا ابواب العالمين وفتح وانشر علينا رحمتك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بعد، نكمل القراءه وشرح كتاب فتح الطريق المجيب في شرح اعقاد التقريب وصاحب المتن القاضي ابي شجاع والشارع ابن القاسم البصري رحمه الله تعالى. ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين من شيخ الاستاذ الشافعي. فصل في نواقض الوجوب المسمى ايضا باسباب الحدث. فصل في نواقض الوجوب المسمى ايضا باسباب الحدث. وما ينقض الوجوب، يعني في بعض العلماء ما فيش داعي يكون نواقض الوجوب، لان لما ينقض الشيء معناه يبطل ما كان قبله. يبقى كانه احنا نندرج على هذا المعنى ان الصلوات اللي صليتها قبل ما ينتقد كمان بطل. على المعنى الحقيقي يعني. وعلشان كده بيقول ان نواقض الوجوب ده معنى يعني متجوز فيه، ولكن هو الاحسن. عشان كده القاضي الشيخ الاسلام زكريا الانصاري كان يحب يسميها اسباب الحدث. أو الأحداث، وخلاص وخلص، أو نقول الأحداث، وتمنى ما نقول الحدث، ومطلقا كده نقصد بالحدث الأصغر بتكرره، إنما لو قصدنا الأكبر تمنى نقول الحدث الأكبر. كويس؟ لكن لو قلنا الحدث، يقوم يخطر في بالك على طول الحدث الأصغر الذي يعني يفتقر الإنسان بعده إلى الوجوب لتصح صلاته. فصل في نواقض الوجوب المسماة أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض. والحدث اللي هو إيه الحدث؟ الحدث هو كل ما يعني الحدث لغة هو الحادث، يعني الشيء الذي يعني إيه جرى وحدث. ده معناه من حيث اللغة، ولكن من حيث الاصطلاح هو ما يبطل الوجوب، او هو امر اعتباري يقوم بالاعضاء اللي هي اعضاء الوجوب يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص. ده تعريف عند الفقهاء، امر اعتباري يعني لا يعرف عنه. عشان كده ده امر اعتباري. وان كان بعض الاولياء كانت ترى اثر الحدث، ده على سبيل الكشف شيء القاعدة، ولكن احنا نقول على سبيل العموم وامر اعتباري يعني انت شكلك ما بيتغيرش قبل الوجوب وبعد الوجوب. يعني ممكن ينتقل الوجوب في وسط الناس والناس ما تشعرش انه ينتقل الوجوب، مش هيظهر عليك علامات يعني. مش كده يقولوا عليه امر اعتباري. امر اعتباري يقوم هذا الامر بالاعضاء، الاعضاء اللي هي واجب غسلها في يمنع هذا الامر الاعتباري من صحه الصلاه حيث لا مرخص، يعني حيث لا يوجد رخصه لان تصلي وانت الحدث قائم في زي ده الحدث. حيث لا مرخص عشان نخرج دائم الحدث. ولما نقول يقوم بالاعضاء نقصد بها اعضاء الفرد بتاعته، يعني يقوم بالوجه، يقوم بالذراعين حتى المرفقين، يقوم بالشعر، ويقوم بالقدم. كويس؟ يبقى هي اعضاء الوجوب بس. عشان كده هي الاعضاء المتعلق غسلها لازاله هذا الامر الاعتباري. يبقى ده تعريف الحدث الاصغر. الاكبر هو امر اعتباري يقوم بكل الجسم. لان كل الجسم يجب غسله في الغسل، مش كده برضه؟ لكن هنا يقوم باعضاء الوجوب بس، ونقصد باعضاء الوجوب اللي هي الواجب غسلها. يقول والذي ينقض أي يبطل الوجوب خمسة أشياء. يعني بعضهم اختصر وقال لك أربعة. ليه؟ لأن دخل النوم وزوال العقل في حاجة واحدة، قال لك زوال العقل.
زوال العقل والعقل، فخلاهم خمسة. لكن احنا نقول ما خرج من السبيلين مثلا، وزوال العقل، ولمس المرأة الأجنبية، ومس الفرد. يبقى أربعة بس. أدي نمط الوجود. وزوال العقل يدخل فيه النوم، يدخل فيه السكر، يدخل فيه الإغماء، يدخل فيه الجنون، يدخل فيه بقى كل أسباب زوال العقل. واضح؟ لكن أنا خلاها خمسة عشان فصل، خلى النوم لوحده، وخلى زوال العقل لوحده. فخلاها خمسة. والذي ينظر يعني أن يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين، يبقى لازم يكون المخرج معتدل. الشافعية جعلوا نواقض الوضوء تعبدية لا يقاس عليها، يعني إما يقول لك إن الأمر ده تعبدي يعني لا يقاس عليه، يعني مش معروف علته، يعني لا علة له معقولة أو معلومة، فده اسمه أمر تعبدي. زي ما أقول لك الظهر أربع ركعات، تقول لي ليه أربعة؟ ليه ما يبقوش ستة؟ طب ليه ما خلوهمش خمسة؟ نقول له كده تعبد. طب وليه يعني بنثبت سجدتين والركوع ركعة ركوع واحد؟ ليه ما خلاش ركوعين وسجدتين في كل ركعة؟ كلمة ليه دي ما تتقالش في الأمور التعبدية. كويس؟ يعني ايه تعبدي؟ يعني لا غير معلوم العلة. كويس؟ فطالما نواقض الوضوء غير معلومة في العلة يبقى لا يقاس عليها. الكلام ده مقدمة مهمة عشان نبين الفرق بيننا وبين الأحناف في المسألة. لأن الأحناف قاسوا عليه. فقال لك اللي بيخرج من السبيلين نجس. فعممه، قال لك يبقى مطلق خروج النجس من الجسم ينقض الوضوء. فالقيء عندهم ينقض الوضوء، لأنه دي نجاسة طالعة من فمه. يبقى القيء عندنا ما ينقضش الوضوء عند الشافعية. لأن احنا بقى بنقس. احنا نواقض الوضوء عندنا امر تعبدي لا يقاس عليه، الاحناف جعلوها امر يقاس عليه. فقال لك يمكن العله خروج النجاسه. الشافعيه قالوا طب ما لو خرج حتى طاهر من السبيلين بينتقل يبقى العله مش خروج النجاسه. يعني احنا خرج الدوله من القرب من الدبر برضه تنقض الوضوء، واخد بالك؟ ولو خرجت حصوه من مجرى الجوف تنقض الوضوء، يبقى حتى ولو كانت طاهرة. واضح؟ فيبقى مش العلة النجاسة. لكن الأحناف قالوا لا، العلة النجاسة غالبا، وطالما العلة النجاسة غالبا لأن غالب ما يخرج والنجس، يبقى احنا ننظر للخارج ولا ننظر للمخرج. الأحناف قالوا كده. فمطلق خروج النجاسة ينقض الوضوء، يبقى لو اتجرحت ودم طلع ينقض الوضوء. عند الأحناف، عند الشافعية لا، ده مش مخرج معتاد. اغسل الدم بس وقوم صلي، لكن ما تتوضاش. فهمت ليه؟ لان عندنا نواقض الوضوء تعبديه لا يقاس عليها غير معلومه العله. الاحناف عندهم القيء ينقض، وعندهم القهقه تنقض الوضوء مثلا، وعندنا القهقه تنقض الوضوء في وجه ضعيف جدا في المذهب لكنه مش معتبر. فعندنا القهقه لا تنقض الوضوء. يبقى الاحناف قاسوا فيها في المسألة، الشافعية ما رضوش يقيسوا. واضح؟ قالوا القهقهة إن فيها يعني غفلة من القلب شديدة، واخد بالك؟ إن الإنسان في الصلاة وهو في حضرة مولاه يقهقه، فده يعني نوع من الاستهتار القلبي البعيد قوي اللي هو يجعل الإنسان كأنه خرج من وضوءه. واخد بالك إزاي؟ فجعلوها ناقض للوضوء، عقوبة. عقوبة على من قهقه داخل الصلاة، لكن اللي ابتسم مش مشكلة. لكن لو ضحك بيسخسخ من الضحك، يعني قهقه يعني ايه سخسخ باللغة المصريين؟ ده مسخسخ من الضحك. واخد بالك؟ ها؟ داخل الصلاة، داخل الصلاة. تنقض الوضوء بس عند داخل الصلاة، عند الأحناف. داخل الصلاة بس. مش في خارج الصلاة. لأنها أصلها أمر عيب قوي إنك أنت جوه الصلاة وقاعد بتناجي ربك وتقهقه. واخد بالك؟ فاعتبروها عيبا يعني. يعني الخلاصة إن الأحناف قاسوا، الشافعية ما قاسوش. واضح؟ يبقى إحنا ما عندناش مسألة قياس. يعني مثلا الشافعية الأحناف قالوا مثلا المس
اللي هو مس الرجل للمرأة أو المرأة للرجل ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لأن ربنا بيقول أو لمستم النساء، بقيتش الشهوة، واضح؟ فقال أو لمستم النساء. الأحناف قالوا يبقى هي المسألة لمس النساء ده غالبا بيبقى مصحوب بشهوة، يبقى لمس النساء المفضي للجماع اللي هو مصحوب بانتشار الذكر أو انتصاب الذكر هو ده اللي ينقض الوضوء عند الأحناف، وبالتالي لو لمس أمرض وانتشر ذكره انتقد وضوءه برضه مع ان ده ذكر. عند الشافعية لا، حتى لو لمس ذكر بشهوة ما ينتقدش وضوء لأن لا يقاس. فهمت بقى؟ فهمت وجهة نظر المذهبين؟ دي وجهة نظر ودي وجهة نظر. فهمتني المسألة؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم على مذهب الشافعية. وجهة نظر الأحناف لطيفة وكل حاجة، لكنها مش ماشية مع قواعد الشافعية في أن النواقد أمر تعبدي لا يقاس عليه. واضح؟ هنا مثلا بيقول لك إيه؟ المالكية مثلا خلوا المخرج يبقى معتاد والخارج يبقى كمان معتاد، فلو خارج من المعتاد نادر ما ينقضش الوضوء عند المالكية. فهمت ازاي؟ حاجة نادرة، حصوة حصوة، انت ممكن تقعد تتبول طول عمرك 60-70 سنة ومرة في عمرك تطلع حصوة، فدي نادرة. لو حصوة دي نزلت بغير بول عند المالكية ما ينتقدش الوضوء، لان دي نادرة. دودة خرجت من الدبر دي نادرة، فما نقضش الوضوء عند الملكية، فاعتبروا الاعتياد في المخرج وفي الخارج. فهمت بقى؟ للملكية. الشافعية قالوا لا، العبرة بالمخرج، مالناش دعوة خارج ايه بقى. واضح؟ فدي وجهات نظر المذاهب المختلفة. يعني عند الحنابلة مثلا عندهم القيء ينقض والقلس ينقض كمان، قلس اللي هو ارتجاع، ارتجاع يعني تحس ان العصارة طلعت على حلقك وجات على في فمك مع انك ما تقيتش، بس زي ما يبقى الانسان ممتلئ كده واخد بالك، يقوم يحس ان الاكل رجع، عصارة المعدة يحسها في فمك، ده اسمه قلس، ده ينقض عند الحنابلة وكذا عند الاحناف لانه ده مقدمة القيء. لكن الشافعية عندهم لا، القلس نجس يتمضمض منه ولا يتوضأ، واخد بالك، لتطهير بس ايه، تجويف الفم لانه موضع القراءة. فتاخد بالك من الخلافات المذهبية لانها خلافات لطيفة بتدي لك الحس الفقهي اللي ازاي كل فقيه وكل مدرسة فكرت ازاي، لان دي مدارس في التفكير. فدي المذاهب دي عبارة عن مدارس في التفكير، حيث انها تدي لك صورة لتطبيق الاسلام بطريقة معينة على مدرسة معينة من التفكير. فنيجي نقول هنا مثلا والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر. السبيلين بإيه؟ القبل والدبر بس، مش أي مخرج بقى، الفم يخرج ما يخرجش، واخد بالك، العين حتى لو خرج من العين دم، لو خرج من الودن دم ما ينقضش، لأن دي مش مخارج معتدة. طيب لو انفتح له في بطنه مخرج، كويس، كل دي بقى مسائل تخطر في بال الفقيه، والوقت بقت العمليات دي كتيرة مشهورة، يتعمل له تحويل مجربول، تحويل له حويل مجربوراز، كانت زمان بتجي لهم من غير الجراحة، ياخد طعنة في بطنه تقوم تبتدي ايه، يتخرم المصران، يقوم يبتدي يجيب براز من بطنه. طب البراز ده يبقى ايه حكم الخارج ده، هل ينقض ولا لا ينقض؟ فالشافعية قالوا إذا كان مع وجود المعتاد، يعني المعتاد عامل والمخرج ده مع وجود المعتاد، يعني هو بيتبرز وفي نفس الوقت بيخرج من بره، يبقى الخارج ده لا ينقض طالما المعتاد منفتح. واضح؟ طالما المعتاد منفتح. طب لو المعتاد مغلق ما بيخجبش حاجة من المخرج المعتاد، لكن كله خارج من إيه؟ يبقى ده دائم حدث، دائم حدث، كويس. وفرقوا ايضا في المذهب بين الخارج، مكان الخارج ده اللي في البطن، هل هو فوق السره ولا تحت السره كمان؟ فقال لك اللي فوق السره اشبه بالقيء واللي تحت السره اشبه بالايه، بالبراز، فاللي فوق السره يعتبر كانه قيء
لا ينقض وإن كان نجس، ويبقى نجاسة معفو عنها لأنه هنا وهنا ما عندوش تحكم. وإذا كان أسفل السرة مع انسداد المعتاد يبقى ينقض الوضوء، يبقى دائم حدث، وينوي رفع الحدث استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، ويتوضأ بعد دخول الوقت ولا يتوضأ قبل دخول الوقت. ونرجع لأحكام دائم الحدث في المسألة. واضح المسألة؟ فيبقى هنا ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي، مهمة دي، من متوضئ، لأنه لو كانش متوضئ وهي بتحصيل حاصل هو أصلا خارج، وإن كان برضو يسمى حدث من حيث الفقه يسمى حدث، لكن احنا بنتكلم على الحاجة اللي هتنقض بقى الوضوء، يبقى العبرة بالخارج الأول اللي هو نقض الوضوء، لكن اللي خارج بعده ما هو حدث برضو بس ما نقضش الوضوء لأنه ما كانش الإنسان متوضئ. فهمت؟ علشان كده قال لك إيه؟ من متوضئ حي. وحي دي مهمة علشان يخرج الميت، يعني أنا لو غسلت الميت وبعد ما غسلناه وخلاص خلصنا كل حاجة لقينا في نجاسة خرجت من مخرج المعتاد بتاعه، ما عيدش غسله، يدوب بس إن أنا أزلها أمسح النجاسة دي وخلاص. شوف قيد حي ده مهم لإخراج الخارج من الإيه، من السبيلين، أحد السبيلين من الميت بعد تغسيله، واخد بالك؟ فلا يحتاج لتوضئة مرة أخرى بل يكفي غسل الخارج. احنا بنتكلم دلوقتي على مذهب عن مذهب الأربعة في المسألة دي، في المسألة دي عن مذهب الأربعة، مسألة الميت دي. فيبقى هنا الخارج من الميت ده بعد تغسيله يمسح بس يكفي وخلص. عشان كده قال لك حي واضح، واضح علشان ايه؟ يخرج ايه؟ الخنثى. معتادا كان، لان افرض ان الخنثى ده له فتحتان، فتحة عاملة وفتحة غير عاملة، فتحة عاملة وفتحة غير عاملة، يعني فتحة ما بيخرجش منها حاجة اصلا، وجا خرج منها عرق مثلا او خرج منها افراز مخاطي، وهي غير عاملة اصلا، لا يخرج منها بول ولا يخرج منها ودي ولا يخرج منها مني ولا يخرج، دي فتحة غير عاملة، علشان كده قال لك واضح. لكن لو كان له فرجان وعاملان يبقى ينتقل الوضوء بخروج اي واحد من اي واحد فيهم، واخد بالك؟ فعلشان كده قال لك واضح، علشان كده عشان يخرج مسائل المتعلقه بالخنثى لان لها تفصيل. معتادا كان الخارج او نادر، بيرد على الاحناف، على الملكيه، لان الملكيه قال لك المعتاد بس، النادر لا. الشافعية بيقول لك هنا سواء كان معتادا كبول وغائط أو ريح أو نادر كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود، لأن الدودة دي لا نفس لها سائلة، وطالما هي حية تبقى طاهرة، واخد بالك؟ كدود. إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض. المني عند الشافعية الخارج أول مرة، بالقيود دي الخارج أول مرة مهمة، لكن لو خرج بعد الجماع من فرج المرأة مرة تانية، واخد بالك؟ يبقى هنا حدث، لكن الخارج أول مرة يعني من المخرج بتاعه لأول مرة وهو ممكن مقعده من الأرض، لأنه لو قلنا محتلم وهو نايم، طب ما انتقد وضوء بالنوم أصلا، فهو عايز يجيب لك صورة إن المني يخرج ويبقى هو الحدث الوحيد، كأن نام ممكن مقعده من الأرض فاحتلم فخرج منه مني. المني طاهر، كويس؟ المني طاهر، فإن لم ينتقد وضوء لكن وجب عليه الغسل، لم ينتقد وضوء لكن وجب عليه الغسل، واضح؟ لا يغتسل، يجب عليه الغسل لكن ما انتقدش الوضوء بتاعه. تفصيل لا ينبني عليه عمل، على فكرة ده تفصيل مجرد تفصيل ذهني، تفكير ذهني فقط، لكن الكلام ده عند الشافعية بس، عند المالكية
المني ينقض الوضوء لأنه كمان نجس ومعتاد مش نادر. المعتاد إن بيخرج من المخرج ده برضو مني كويس، فعندهم نجس وإنه معتاد فينقض الوضوء. فده تفصيل خاص بمذهب الشافعية في مسألة المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض بالقيود دي، لأنه لو كان نايم انتقد بالنوم وضوءه ووجب الغسل بخروج المني، يبقى وجب عليه الحاجتين، فلا ينقض يعني فلا ينقض الوضوء. هنيجي بقى في النوم هلا. والمشكل، المشكل اللي هو الخنثى، المشكل اللي هو عنده عضو ذكري وعضو انثوي في انسان واحد، ده اسمه الخنثى المشكل. انما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه معا كويس، او احدهما من فرجيه معا او احد جميعا يعني او احدهما، ده اول حاجه. وهنا الخارج هو اللي ينقض مش الداخل، يعني لو دخل لنفسه البوسه ما ينتقدش وضوء، بس بشرط الا يلمس حلقه الدبر. فلو لابس جوانتي ودخل لنفسه البوسه ما انتقدش وضوء، لانه برضه ما مسش حلقه الدبر لانه لابس جوانتي، واخد بالك، بعازل او واحد غيره لبس له اللبوسه، فما ينتقدش وضوء، لان النقد الوضوء ينقد بالخارج لا بالداخل، بخلاف الصوم يبطل الصوم بالداخل لا بالخارج، فهمت؟ فالوضوء بخلاف الصوم. لا يبقى انتقد لانها خرجت، واضح؟ مس الفرج الغير، هنيجي دلوقتي نقيسها في حته مس الفرج، لكن انا بقول لك العبره هنا في الوضوء، في النقد الوضوء بالخارج لا بالداخل، والعبره في الصيام نقد الصيام بالخارج لا بالداخل، بالداخل لا بالخارج يعني عكسها. والثاني، ثاني ناقد من نواقض الوضوء، النوم على غير هيئة المتمكن. النوم مع الوضوء مذاهب شتى، في أكثر من 13 مذهب في النوم. يعني أبي ثور عنده النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، زي الأنبياء كده، وإحنا عندنا نوم الأنبياء ما ينقضش وضوءه، الأنبياء مستثنين من هذه المسألة كده برضو، سيدنا محمد أولهم وهم قياسا على سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد كان ينام ويقوم يصلي على طول، وقال تنام عيني ولا ينام قلبي، واضح؟ فإحنا عرفنا أن حال الأنبياء كان كده من حال نبينا، فيبقى قلنا أن جميع الأنبياء نومهم لا ينقض الوضوء. أبي ثور عنده النوم أيضا لا ينقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث ومش متيقن، والوضوء لا ينتقد إلا بيقين. لكن الشافعية أنزلوا المظنة منزلة المئنة، واخد بالك، يعني جعلوا المظنون في منزلة المئنة اللي هي المؤكد، لأن إن تؤكد مش كده برضو، إن للتأكيد. فالشافعية يقول لك أنزلنا المظنة مظنة الحدث منزلة المئنة اللي هي التأكيد من باب الاحتياط، والناس العوام يقول لك إيه الاحتياط واجب، القاعدة دي خدوها من الأزهرية برضو. يعني ايه الأزهرية كانوا بيربوا المصريين بحيث اصبحت القواعد، الامثله اللي على ست الناس قواعد شرعيه، وهم استقوها بعد كده بقت في حياتهم يقولوها العاديه، واخد بالك. فيبقى هنا النوم على غير هيئه المتمكن، ليه؟ لان المتمكن مقعده من الارض، الارض بتحل محل العضله القبضه اللي تمنع خروج الحدث، فطالما ممكن مقعده خلاص يبقى احنا مطمئنين انه، لان الرسول قال العينان وكاء السهي، حديث كده للنبي صلى الله عليه وسلم، العينان وكاء يعني رباط، الوكاء اللي هو الرباط، السهي اللي هو الاست فتحه الشرج اسمها السهي، طول ما العين مفتحه طول ما الوكاء مربوط، يعني طول ما في انتباه طول ما انت قافل نفسك. طيب نمت خلاص، تقوم ايه؟ الوكاء يتفتح، العضلات ترتخي، وده طبعا يعني ايه حديث فيه اعجاز علمي كبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرفش المساله دي العلاقه بينها وبين
الصمامات اللي هي بتمنع الانفلات الريح وانفلات البول والحاجات دي انها متعلقة باليقظة الا من حوالي 200 سنة بس الناحية الطبية. والنبي بيقولها ببساطة لطيفة، العينان وكاء السهي، وكاء يعني رباط، السهي فتحة الاسم. فلما سمعنا الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان العينان بتتغمض في النوم، يبقى طالما النوم حصل يبقى السهي اتفتح بقى بلا وكاء، والسهي ده هو المخرج المعتاد، يبقى ممكن يخرج ريح على الاقل، واضح؟ والانسان نايم مش دريان، وبالتالي اذا نام نوم عميق على غير هيئه المتمكن انفتح الوكاء، واخد بالك، انحل الوكاء، فيبقى غالبا خرج منه المخرج. لكن لو كان ممكن مقعدته من الارض، مش شرط الارض بقى، يعني الشيء اللي جالس عليه، الارض هنا عشان هي الغالب، لكن افرض انا قاعد على كرسي، طب ما هو ده بالنسبه لي الارض، لكن افرض الكرسي ده مفتوح في النص من ناحيه الاست، يبقى حتى لو نمت وانا قاعد هنا ينتقد وضوئي، لان انا مش ممكن المقعد على الارض، لانه ده في خرم ومفتوح تحت الاست، فاهم؟ لكن افرض ان انا راكب على في الكرسي في الاتوبيس وممكن مقعدتي كده وقاعد ونمت، ما اتنقطش وضوئي طالما ممكن المقعده من الشيء، زي اللي يقول لك اللي ممكن مقعده على الرحل، يعني على الرحل هو راكب على البعير او راكب في الاتوبيس او راكب ايه على اي حاجه، كل ده يبقى اسمه ارض بالنسبه للانسان طالما قاعد. يبقى النوم على غير هيئه المتمكن، على غير هيئه المتمكن يعني ايه؟ يعني نايم على جنبه، نايم على ظهره، ولازم يبقى نايم مش نعسان ولا مقدمة النوم، واخد بالك؟ طب النوم ايه تعريف النوم؟ انه يغيب لدرجة انه يحلم او لا يسمع ما يدور حوله، يبقى ده اسمه نام. لكن افرض انه نايم على ظهره كده ومغمض عينه لكن سامع كل الاحاديث اللي حواليه، وان كان حتى من شدة التعب مش قادر يميزها، لكن هو سامع ضوضاء او ده، ما انتقدش وضوءه لسه. امتى بقى يبقى نام خالص؟ لما يغيب بحيث انه ما يبقاش دريان بالاصوات اللي حواليه، يبقى ده اسمه نام. انما الاولاني اسمه نعسان، فالنعاس ما ينقضش الوضوء. طب لو نام في الصلاة، ما هو النايم ده يعرف مدة قد ايه؟ أغفل كده، غفل كده، لو غفل كده هو وبعدين وهو بيفوق كده لقى نفسه اليته اتخرجت عن الأرض انتقدوا، بس بشرط زي ما قلت لك إنه يكون غاب خالص أو حلم، دي مش محتاجة بقى علامة. افرض هو نايم في حتة هادية أصلا مفيش حد بيتكلم، فنايم كده هو على جنبه وبعدين قام شاف رؤية أو حلم، دي علامة إنه نام نوم عميق، واخد بالك؟ يبقى برضو ده انتقد وضوءه ما لم يكن نائم وهو جالس. يبقى والثاني يبقى الفرق بين النعاس والنوم ان النعاس تسمع كلام الحاضرين ولو لم تميزه، والنوم لا تسمع كلام الحاضرين. ادي الفرق بين، واحنا بنتكلم عن النوم مش عن النعاس. طب لو نام في الصلاة واقفا او راكعا أو ساجدا، واخد بالك، لو كانت لحظة قصيرة ما ينتقدش وضوء، لكن لو لحظة طويلة انتقد وضوء. يعني هو سجد فالناس كلها رفعت وركعت وهو لسه ساجد نايم، ده نام بقى مدة طويلة، هنا انتقد وضوء وبطلت صلاته، واخد بالك؟ بتحصل مع الإنسان التعبان لو كان واقفا وطال قوي لدرجة حلم، يبقى انتقد وضوءه برضه لو كان واقفا. لكن لا مش شرط، انا ماسك صلبه لكن مش ماسك عضلته. ما هو الانسان وهو واقف ممكن يطلع ريح برضه، وهو ماشي يطلع ريح ما فيهاش مشكلة عنده، واخد بالك؟ لكن لو هو واقف، واخد بالك، ولحظة قصيرة كده يعني كده وغفل كده ما ينتقدش، لكن لو طال يبقى هنا. والأحسن انك انت تعبد ربك نشاطك، ما تعرضش نفسك لمثل هذه القضايا.
يبقى والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد زي ما قلت لك، لأنه ممكن يبقى كرسي، ممكن يبقى رحل، ممكن يبقى أي حاجة بقى، شالتة، أي حاجة، قاعد على أي حاجة. في كل حال حتى الفرائض. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن. قاعد غير متمكن يعني ايه؟ ميال على احدى اليدين، واخد بالك؟ يعني قاعد كده برضه وكل حاجه، بس ايه، ميال شويه كده، فده يبقى مش ممكن. او نام قائما على قفاه، نائما او نام قائما او على قفاه ولو متمكنا، واخد بالك؟ يبقى لو نايم على قفاه ولو ممكن مقعدته من الارض برضه ينتقد وضوءه، لأن التمكين ضعيف، واخد بالك؟ والقائم برضه تمكينه ضعيف. ما هو لو نام قائما، علشان كده قلنا تمكينه ضعيف فينتقد وضوءه لو نام قائما. لقندة الحبل، عارف لقندة الحبل؟ نكتة يعني كنا بنسمعها وأنا أطفال. راجل فاتح لقندة قال لهم يا جماعة الأوضة دي السرير ده اللي ينام فيه بعشرة جنيه، واللي معاه جنيه عامل حبل كده في الصف، تمسك الحبل كده وتنام بجنيه، تنام واقف، اسمها لوكندة الحبل. فيبقى بقى ده برضه لو نام في لوكندة الحبل واقف كده وانتقد وضوءه، واخد بالك؟ المشكلة في الحبل الظاهر. أو نام وهو في الأوتوبيس ماسك كده. والثالث زوال العقل. احنا قلنا النوم وزوال العقل ممكن يحطهم في حاجة واحدة يسميها زوال العقل، بنوم أو 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 سكر يعني، أو إغماء أو وهكذا. لكن هو خلى النوم إيه؟ لأنه متكرر، وزوال العقل ده نادر، فخلى زوال العقل غير النوم علشان يعني التمييز. والثالث زوال العقل أي الغلب عليه بسكر أو مرض، سواء كان السكر متعدي آثم أو كان غير متعديا، يبقى غيره آثم لكن ينتقد وضوءه. يعني واحد سكر سكرا غير متعدي بسكر، يعني شرب وما يعرفش إن هو خمر فطلع خمر، يبقى ده غير متعدي، يبقى ينتقد وضوءه سواء كان بسكر متعمد أو بغير عمد. أو مرض، في أمراض بتخلي الإنسان ماشي زي السكران، زي الغيبوبة الكبدية، الإنسان قبل ما يخش في غيبوبة كبدية بيبقى ماشي زي السكران كده حوالي أسبوعين ثلاثة، وبعدين يروح داخل في الغيبوبة. كويس؟ ففي بعض الأمراض بتعمل كده، وزي قبل الغيبوبة بتاعت البولينة، الفشل الكلوي، واخد بالك؟ ها؟ ما توصلوش لغيبوبة، تعمل له صداع شديد. لا، تعمل له عدم اتزان بس مش غيبوبة. هذا يتمشي يتطوح شوية. أو زي مرض المركب كده، لكن هو مش غايب عقله، لا أنا بنتكلم الغايب عقله. وزوال العقل بسكر أو مرض، وممكن نحط كمان أو دواء زي التخدير، نزود مثلا خد دواء مخدر كلي وكان متوضئا، واخد بالك؟ يبقى انتقد وضوء، يعني هو عنده خراج، قالوا له هنديك مخدر كلي خمس دقايق كده ونفتح لك الخراج، هو رايح للدكتور متوضي فقام اداله المخدر، نام خمس دقايق فتح له الخراج، اما يقومش بقى يصلي يروح يتوضى، لانه انتقد وضوءه طالما غاب عقله بدواء. ها؟ ما هو ده ما اسموش نوم، ده مخدر دواء، هو شكله اللي معدي هو افتكره نايم، لكن ده متخدر واخد دواء يعني، فهمت؟ لا بشرط كلي، لان العبره بالعقل. ما هو الجزء الاسفل برضه الشرج بيتفتح خلاص برضه. لكن افرض اديته بنج موضعي رش، ما انتقدش وضوءه. او بنج موضعي اديته حقنه تحت الجلد زي بنج السنان، ما انتقدش وضوءه. فهمتني؟ احنا بنتكلم حاجه تزول فيها العقل. او البنج النصفي بيزول بيه التحكم في فتحه البول وفتحه الشرج، يبقى برضه ينقض الوضوء لانه العينان وكاء السهم. فدخلنا برضو في المشكلات.
يبقى بسكر او مرض او دواء تزودها، او جنون او اغماء او غير ذلك. يعني واحد، في ناس ساعات كده بيجي لنا في عيادات الجراحه يبقى جاي مرافق لابيه او لجارته او لابنه او حاجه، وتيجي يقف جنبيه وتيجي انت تعمل له غيار، تبص تلاقي يشوف الجرح يغمى عليه. في ناس كده بتحصل كل يوم والتاني تلاقيها بتشوف، او ده لما يغمى عليه وهو كان جاي متوضي وفاق انتقد وضوء، يبقى ايه لو جاله عليه صلاه بعد كده لازم يتوضى، مش يقول لا خلاص انا كنت متوضي. بتحصل على فكره الحاجات دي، في ناس بتغلط فيه، واخد بالك، يفتكر نفسه انه لسه متوضي وينزل يروح مصلي، فدي غلط، لازم الواحد ياخد باله منها، او اغماء او غير ذلك. والرابع، لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة، والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى، بلغ حد الشهوة عرفا بالقيود دي. ولمس الرجل اللامس والملموس، الراجح اللامس والملموس بقصد وبغير قصد، وخد بالك، وجد شهوة أو لم يجد، قصد الشهوة أو لم يقصد. والمقصود اللمس بالمباشرة، البشرة على البشرة، فلو كان بحائل رقيق شفاف ولو بشهوة لا ينتقل، عند الشافعية، عند الشافعية بهذا القيد، لأن عند الملكية ينتقد الوضوء باللمس بشهوة سواء بحائل أو بغير حائل طالما بشهوة، قصدها فلم يجدها أو وجدها ولم يقصدها، ده عند الملكية. الشافعية قالوا لا، ده العبرة الملامسة بالبشرة، بشرة على البشرة، فخرج الظفر والسن وإيه والشعر، خرج الظفر والسن والشعر، وخرج كمان الحائل، فلو لمس من خلال حائل رقيق ولو رقيق شفاف لا ينتقد وضوء. مش أي امرأة، لابد أن يكون بلغ هو حد الشهوة، واخد بالك، دي أول حاجة، وأن تكون المرأة دي غير محرم، غير محرم له. والمقصود بالمحرمية محرمية على التأبيد، يعني محرم بإيه؟ بنكاح أو نسب أو رضاع، يسموها مصاهرة أو إيه أو نسب أو رضاع، دي سبب المحرمية. نسب زي أمه، زي عمته، زي أخته، زي بنته، زي بنت أخوه، بنت أخته، كل ما لا يجوز أن يتزوجهم من حيث النسب، دول لو لمسهم ما ينتقدش وضوء، بشرة على البشرة، واضح؟ وهم لو لمسوه برضه ما ينتقدش وضوء. وبرضاع، زي أخته من الرضاع، أمه من الرضاع. طيب، ومصاهرة، زي أم مراته المدخول بها، واخد بالك؟ والربيبة التي في حجره، واضح؟ وربائبكم التي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى لازم الدخول مع الأمهات لتحرم الإيه؟ البنات. لكن العقد على الأمهات البنات يحرم، العقد على البنات يحرم الأمهات، واضح؟ يبقى أم الزوجة سواء دخل بها أو لم يدخل بها محرم على التأبيد، لا ينتقد وضوء لو لمسها، واخد بالك. والربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها بس بقت إيه، لا ينتقل الوضوء بلمسها، لأن وزوجة أبيه، زوجة أبيه برضو لو لمسها ما ينتقلش وضوء لأنها محرم على التأبيد، واخد بالك. أخت الزوجة على التأقيت ينتقل الوضوء، ما احنا لازم يكون محرم على التأبيد عشان نتكلم في باب الوضوء، واضح؟ إنما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، دول محارم على التأقيت، يعني إذا طلق الزوجة لابد أن ينتظر عدتها حتى يتزوج أختها، ودي من ضمن الصور اللي فيها الرجل ليه عدة. إمتى الرجل ليه عدة؟ ليه صور، فيها صور منها دي، واخد بالك، ومنها لو كان متزوج أربعة وطلق واحدة ما يقدرش يتجوز الرابعة إلا ما تنقضي عدة إيه؟ الزوجة المطلقة. يبقى دي احوال والا يبقى تزوج خمسه طالما هي لسه من ايه مشغوله بعدتها.
ها؟ ايه حرق وجهه؟ ما احنا بنقول يا عم هي ليه عده في الصور دي؟ ده عند كل العلماء على فكره، ليه عده في الصور دي عند كل العلماء، وهيقبضوا عليه زي ما قبضوا على الجدع بتاع التوحيد والنور. ما هو كان بسبب حاجه زي دي، واخد بالك؟ قضيه كانت بتشبه كده، فهمتني ازاي؟ وعلى فكره لو لم تكن باجماع ما كانوش حكموا عليه في المحكمه، لان القاضي بيدور على مخرج. حتى لو طلقها طلقة بائنة، طلقة بائنة برضو ينتظر، لأن هي منشغلة بعدتها، منشغلة بعدتها، لأن لو مات في اللحظة دي هتورثها يا سيدي. لو مات، معلش، لو مات هتورثها. لو طلقة بائنة غالبا مش هيبقى ليه عدة، لو طلقة بائنة التالتة، يعني التالتة، التالتة، ما هو التالتة ما يقدرش يردها، ما يقدرش يردها خلاص. ما التالتة دي مش هيعرف يردها خلاص. هي بقى كونها حامل، هي ما تعرفش تتجوز الا لما تضع حملها، تتجوز غيره. دي مسألة تانية. ما عشان تبقى لها عدادة لازم تضع حملها. ما ينتقدش الولود. عند الشافعية ما ينتقدش الولود. عند الشافعية كده. عند المالكية ينتقد. بس قليل الأدب يبقى مجرم. يبقى برضه قليل الادب ومجرم، لكن لا ينتقد وضوءه عند الشافعي. طب وعند الحنفيه؟ ما هو زي ما يبقى كذاب وما ينتقدش وضوءه، الكذب ده مش من الكبائر، ما ينتقدش وضوءه، يكذب قد كده. وعند الحنفيه ويعمل المساله ايه دي؟ عند الحنفيه، عند الحنفيه قالوا ان لمس الرجل المراه الناقد للوضوء هو المفضي للجماع، يعني اذا كان معه انتصاب ذكر بس، غير كده ما ينقدش. واضح؟ الزوجة الأجنبية طبعا، ما هي أجنبية لأنها محل شهوة، يبقى ينتقد وضوء بلمس الزوجة برضه. لو لم تكن أجنبية ما كانش عارف يتجوزها، يعني لو كانت محرمة هيروح يتجوزها؟ زوجته أجنبية طبعا، وإلا ما هيتجوزها إزاي؟ يدخل في ذلك عند الحنفية الطفلة الصغيرة والمحرم المرأة التي تشتهى في العادة، في العادة عند معتدل المزاج، عند الناس معتدلين المزاج، لان في ناس عندهم ايه امراض كده غريبه، فممكن يشتهي الطفل حتى الرجل. فعلشان كده يقول لك عند الانسان معتدل المزاج. ولو كانت ميته، اي ولو كانت مقطوعه الرجل وشال رجلها كده عشان يدفنها، انتقدوا له. عايز اقول لك ايه تاني؟ صور، يعني كل الصور دي، يعني طالما اسمها مرأة سواء كانت ميتة أو حية، واخد بالك، متصلة أو منقطعة، يعني أبعاد، كل ده ينقض الوضوء عند الشافعية. هل كده حمد بقى كونة المرأة الميتة مثلا عند الجنازة اللي كانت مساعدة؟ احنا قلنا البشرة على البشرة. ايوه، عشان ينقل لازم البشرة على البشرة. طب دي بقى مش عايزه سؤال، هو ده سؤال مش في محل، لان ما حدش بندفنه عريان، يبقى ده سؤال في غير محل. بعد كده هاخد منكم مخالفات في الاسئله الغير محله. اللي هيقول سؤال غير محله هيدفع 10 جنيه للشيخ تبرع للمسجد. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا. طب افرض جني متمثل في صورة رجل انتقد وضوء المرأة بلمسه، وانتقد هو وضوءه بلمس المرأة لأنه مكلف برضه. كويس؟ أجيب لك صور تانية غريبة؟ طيب. ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا. عرفا هنا مهمة، واخد بالك؟ لا ايه يعني؟ علشان الحاجات النادرة لا حكم لها. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو رضاع أو مصاهرة، زي الأمثلة اللي اديتها. وقول من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل، فلا نقض حينئذ ولو بشهوة، عند الشافعي. واضح؟ خلافا للمالكية والأحناف. واضح الحكاية؟ سهلة.
والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. في مس وفي لمس، المس للفرج واللمس مع المرأة، واللمس المقصود بأي جزء من البدن، والمس يكون بباطن الكف، واخد بالك؟ واللمس لابد أن يكون غير جسمه، والمس ولو كان من جسمه، يعني فرجه أو فرج غيره. فهمت الفرق بين المس يعني واللمس؟ واضح؟ يتمس عن الجماع. والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. يبقى قال لك بباطن الكف، يبقى لو لمس فرجه بظهر إيده أو بأطراف الأصابع أو بضفره ما ينتقش، والمقصود الذكر وليس الأنثيين اللي هو كيس الصفن. لو لمس كيس الصفن مش مشكلة، واضح؟ ولازم برضو بغير حائل، فلو كان بحائل يعني من خلال الملابس مش مشكلة، ما عندناش إشكال فيه، خلافا للأحناف. الأحناف عندهم مس الفرج ما ينقضش الوضوء لأنه بضعة منك، قالوا بحديث أنه بضعة منك، ولو رقيق شفاف ما لم يكن مخرق. واضح؟ والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. الآدمي يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره، مقطوعا أو متصلا، أشلا أو عاملا، صغيرا أو كبيرا، كل ده ينقض الوضوء بمسه. الأم برضو ينتقد وضوءها بمس ذكر ابنها، واخد بالك؟ مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، ونزود حاجة تقول مقطوعا أو متصلا. يعني احنا مثلا لما بنعمل ختان للأطفال بنقطع الجلدة، الجلدة دي اتقطعت بقت على الترابيزة، جيت انت مسكتها انتقد وضوء. واضح؟ عند الشافعية انتقد وضوء. واضح الحكاية دي؟ لأنها كانت جزء من الذكر. فهمت ازاي؟ سواء كانت مقطوعة أو متصلة ينتقد الوضوء بلمسها. ده كل دي التفاصيل دي في مذهب مين؟ الشافعية. الأحناف عندهم مفيش مشكلة خالص، بضعة منك، مش أي إشكال عندهم، ما ينقضش وضوء. والمالكية ذكر الإنسان نفسه مش ذكر غيره، وبالتالي الطبيب ما ينتقدش وضوءه لو لمس ذكر المريض وهو بيكشف عليه، زي أطباء المسالك البولية والأطباء اللي بيختنوا الذكور، فما ينتقدش وضوءهم لو إيه لمس بغير جوانتي يعني، واخد بالك؟ بغير حائل يعني، لا ينتقد وضوءه عند المالكية، لأن المالكية قالوا ذكر الإنسان نفسه، وبالتالي تبقى المرأة لا ينتقد وضوءها لما تغير لابنها على مذهب المالكية. فهمت بقى؟ لكن على مذهب الشافعية ينتقد وضوءها، وعلى مذهب الايه؟ الأحناف ما ينتقدش وضوءها خالص، سواء كان ذكرها يعني ايه فرجها هو أو فرج غيرها أو ذكر حتى زوجها أو ذكر ايه ابنها، كل ده ما ينتقدش الوضوء عندهم لأنه بضعة منك. أي الآراء ناخذ؟ ها؟ أي الآراء من الشافعية؟ أي جمهورية؟ الخروج من الخلاف مستحب. القاعدة عندنا كده. الخروج من الخلاف مستحب، فأنت لو خدت مذهب الشافعية في المسألة تصح صلاتك على كل المذاهب، صح؟ لكن لو خدت مذهب الأحناف هتلاقي صلاتك بطلة على بعض المذاهب وصحيحة على مذهب واحد. واضح؟ فإحنا مراعاة الخلاف مستحب، ما ينقضش الوضوء، ما خلاص ما يجراش حاجة، لأنه مرجوح، لأنه قياس في أمر تعبدي، فهو أمر مرجوح من حيث الدليل. واضح؟ واخد بالك؟ إنه بضعة منك. طب ما قال له إنه بضعة منك، قال لك يبقى ده خاص بيه، الحكم ده خاص بيه بس، واخد بالك إزاي؟
يعني ليهم ردود كتيرة، عايز تخش في كتاب الفقه المقارن تقعد تلاقي مناقشات طويلة بينهم وبين الشافعية والمالكية. لا لا، هم لازم يبص بقى لطرق الحديث والاحتمالات النص والحاجات دي كلها قبل ما يعمل عقله. لازم الأول يستنفذ جهده في النصوص الواردة الأول، بعد ما يستنفذ جهده في النصوص الواردة يبتدي يستنفذ جهده في القواعد المستنبطة من النصوص، واخد بالك؟ وبعد ما يستنفذ جهده في القواعد المستنبطة في النصوص يبتدي يستنفذ جهده من النواحي العقلية، فما يبتديش بالعقل الأول خالص. فأنت لما تعرف كتب الفقه المقارن تعرف الترتيب ده في ذهنهم على طول، الأول يناقش النصوص وبعدين يناقش النصوص مع القواعد المستنبطة منها، وبعد ما يخلص ده كله يبتدي يجيب لك الأدلة العقلية. وهي يعني إسراء كويس لما تقعد تقرأ بيدي لك إسراء فقهي لطيف. لكن إحنا ننصح طبعا الذي ليس له دراية بالأدلة كلها إن يمشي على مذهب واحد، زي إيه؟ ارجع لأول محاضرة قعدناها، واخد بالك؟ ترجع لأول، تاخد بالإيه على مذهب معتبر وتمشي. بعد كده بعد 20-30 سنة من الاطلاع والقراءة بيتضح عندك ملكة، تقدر انك تميز وتقدر تاخد من هنا احيانا وتاخد من هنا احيانا، بس مش الوقت ده، بعد مطالعة كتيرة. وكذا قول ومس حلقة دبره، يعني قاسوا هنا في حديث اذا افضى احدكم الى ذكري فليتوضا، واخد بالك؟ وفي حديث اذا افضى احدكم الى فرجه، فالفرج يطلق على الدبر كمان. فالشافعية خدوا بحديث ايه الذكر في القديم وقالوا حلقة الدبر لا ينتقد الوضوء بها، ثم في الجديد الامام الشافعي اضاف اليه حلقة الدبر، ايه فيبقى برضو لو مس حلقة دبره يبقى ينتقد. ومس حلقة دبره اي الآدمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة، لأن بيقول إذا أفضى، والإفضاء يكون بباطن الكف، الراحة اللي هي راحة اليد مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحروفه ورؤوس الأصابع وما بينها وظهرها، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير، أي بعد التحامل اليسير. ونقف عند هذا الحد عشان نلحق الفرح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. دائم حدث، ده اسمه دائم حدث، خلاص دائم حدث، دائم حدث. يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء فرد واحد وما شاء من نوافل، واخد بالك؟ ما يصليش بالوضوء ده فردين. يصلي فرض واحد وما شاء من نوافل، واضح؟ وينتقد الوضوء بكل الاحداث الاخرى على حدث الفرض. دكتور سؤال بعد دكتور. طيب صلاته صحيحه في الوقت من حيث يبدأ، غير صحيحة برضه غير مقبولة لتجرده على الأحكام الشرعية، لأن كنا صحيحة حاجة وكنا مقبولة دي حاجة ثانية. إنما تقبل الصلاة من لا وضع بها لعظمتي ولم يستطع على خلقي ورحم الأرمال والمسكين، لأن القبول متوقف على الأدب والصحة متوقف على الأحكام. لو زالت عقله نقض الوضوء، لو ما زالتش عقله لا تنقض الوضوء. والله تعالى عشان نلحق الفرح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.